كلنا عندنا كمبيوتر او لابتوب او موبايل، والا ما كنتش هتتفرج على الحلقه دي اصلا. ولو سالتك سؤال ايه اقوى كمبيوتر موجود حاليا، يا اما هتشاور على صاحبك عبقري الشله اللي بيعمل 3D موديلنج وسيميليشنز لحاجات غريبه على اللابتوب الجامد جدا بتاعه، او لو انت محنك حبتين هتشاور على صاحبك الجيمر اللي باع كليته عشان يكون عنده بي سي جيمر فيه كور اي 9 وجرافيك كارد ار تي اكس 3090 و32 جيجا رامات وشويه اس اس دي وحاجات في قمه الكمبيوترات الخارقه. بس لا يا عزيزي المشاهد، جهاز بالقوه والمواصفات دي ومش رخيص نهائي، هو مش سوبر كمبيوتر ولا ينتمي لعيله السوبر كمبيوترز اصلا. فمين بقى السوبر كمبيوترز دول؟ والله سنه 1964 اتعمل اول جهاز سوبر كمبيوتر في العالم، CDC 6600. وفي الوقت ده كان CDC 6600 هو أسرع من أي جهاز في العصر ده بعشر أضعاف، وكان بيقدر يعمل 10 مليون حسبة في الثانية الواحدة، واللي بتتقاس بالفلوبس، يعني كان بيحسب 10 ميجا فلوب، وده كان رقم كبير جدا وكانت نقلة في التكنولوجيا، لأن أنت بتوفر وقت كبير قوي لحل معادلات حسابية معقدة. ومع التطور بدأت المشاكل الحسابية تكون معقدة أكتر. وعلى فكرة كان CDC 6600 بيتحط في أوضة كبيرة لوحده عشان كان حجمه كبير جدا، في حين حاليا الموبايل اللي في ايدك دلوقتي بيقدر يعمل اكتر من 100 مليار حزبة في الثانية الواحدة. عشان كده نقدر نعرف السوبر كمبيوتر على انه اي جهاز خارق بيعمل كم هائل من العمليات الحسابية اللي معقدة بشكل سريع جدا. وبالتالي مع تطور التكنولوجيا طبيعي ان السوبر كمبيوترز تتطور وتكون اقوى واسرع واكبر. فلحد يوليو 2020 واحد من اقوى السوبر كمبيوترز على وجه الارض صمت، واللي اتعمل في 2018 عن طريق شركة IBM وانفيديا، وموجود في مختبر أوك ريدج الوطني في أمريكا. وعايزك تسمع الرقم ده وما تتخضش، هذا الصمت عبارة عن 148.6 بيتا فلوب، يعني يقدر يقوم ب 148.6 كوادريليون من العمليات الحسابية في الثانية. حاول بس تستوعب معايا ان الكوادريليون ده عبارة عن 15 صفر. بس ليه البزخ ده كله؟ عشان حاليا بقى في كم هائل من المعلومات والعمليات الحسابية المعقدة اللي محتاجة تتحل بشكل سريع جدا وبكفاءة عالية جدا. فالسوبر كمبيوتر بيساعد في تحليل التغيرات المناخية اللي بتحصل عشان يعرف يتوقع الأرصاد الجوية في الأيام اللي جاية، أو محاكاة لحركة الكرة الأرضية والاهتزازات اللي بتحصل عشان يعرف يتوقع امتى ممكن يحصل زلزال او تسونامي. وممكن كمان يحلل البيانات البيولوجية عشان يساعد الباحثين في فهم التكوين الجيني للمخلوقات الحية، زي ما بيحصل في البايو انفورماتكس على سبيل المثال، او محاكاة الخلايا السرطانية في جسم الانسان في محاولة لايجاد علاج. كمان بيقدر يساعد في تحسين انظمة الامان، خصوصا مع دخول عصر 5G وانترنت الاشياء، حتى والله على مستوى الترفيه. ففي لعبة زي World of Warcraft عشان الشركة المصنعة تخلي ملايين من الناس تكون موجودة اونلاين على اللعبة وتحلل كل التحركات والجرافيكس اللي بتحصل جوه اللعبة، لازم يكون في السوبر كمبيوتر. فبوجود كمبيوترات بالقوة دي شيء مهم واساسي في تطوير حياة البشر ومستقبلهم للأحسن. وعلى فكرة الكمبيوترات العادية واللابتوبات يقدروا يعملوا كل الحاجات دي برضو، بس نقدر نقول ان لو عملية حسابية هتاخد من الكمبيوتر العادي 30 سنة عشان تتحل، فالسوبر كمبيوتر يحتاج يعمل نفس العملية الحسابية ساعة واحدة بس، وده طبعا راجع لمواصفاته وامكانياته. المشاكل الحسابية دي بتتحل بشكل أسرع، مش بس عشان قوة الكمبيوتر الخارقة، لا كمان عشان الطريقة اللي بيتم بيها حل المعادلات، لأن السوبر كمبيوتر بيلجأ لأنه يحل المعادلات الحسابية عن طريق أنه يحل كذا مشكلة في نفس الوقت بشكل متوازن. عشان النوع ده من الكمبيوترات بيتكون من عدد كبير من المعالجات البروسيسورز، عكس تماما الكمبيوترات العادية اللي بتتكون من معالج واحد، وبالتالي بيتم تقسيم المشكلة لحتت صغيرة عشان تتوزع بشكل معين على المعالجات الكتيرة اللي موجودة في السوبر كمبيوتر، وكل معالج بيشتغل على حتة من المشكلة. بشكل تاني، لما بتطلب من السوبر كمبيوتر يحل مشكلة معينة، انت كأنك بتطلب من مئات الملايين من الكمبيوترات العادية انهم يشتغلوا على حل المشكلة دي، ودي قوة كبيرة جدا. اكيد عملت تفكر دلوقتي يا عزيزي، الجهاز بالقوة دي هيشتغل فيه في 21 ولا لا؟ فالإجابة للأسف لا، بس ده بسبب ان السوبر كمبيوترز مش شغالة بنفس نظام التشغيل العادي اللي انت متعود عليه. اغلبهم قايمين على نظام تشغيل لينكس، وبتكون معمولة بشكل مخصص ومعقد قوي للعمليات اللي هيقوم بيها السوبر كمبيوتر. وبما ان احنا اتكلمنا عن فيفا 21 وفهمت ايه هي الفلوبس بشكل سريع، فالبي اس 5 الجديد عبارة عن 10.28 تيرا فلوب، يعني يقدر يقوم ب 10.28 تريليون حسبة في الثانية الواحدة. ولو تفتكر انا قلت لك لحد يوليو 2020 صامت كان هو اقوى سوبر كمبيوتر على الارض، لان بعد 9 سنين من ان امريكا والصين بيحاولوا بشكل مستمر يعملوا اقوى سوبر كمبيوتر،
تيجي اليابان الكوكب الشقيق يعلنوا عن حرفيا اسرع سوبر كمبيوتر في العالم حاليا فوجاكو، واللي وصل ل 415 بيتا فلوب، يعني بيقوم ب 415 كوادريليون حسبه في الثانيه الواحده، انت متخيل؟ والوحش الكاسر ده بيساعد الباحثين في مواجهه الكورونا فيروس حاليا، ومحاكاه كم هائل من البيانات والادويه للوصول للعلاج، وكمان محاكاه احتماليه انتشار الفيروس من شخص مصاب للناس اللي حواليه اذا كان في مكتب في شركه شغال فيها او كان راكب في قطر وشبابيكه مفتوحه، وده كم هائل من الاحتمالات والبيانات بشكل مش طبيعي. وعلى فكره مصر مش بره الحسبه دي قوي، لان في مكتبه اسكندريه السوبر كمبيوتر، وكمان متواجد في بعض المراكز البحثيه والجامعات في مصر، واي نعم هم مش بالارقام الفلكيه دي خالص، بس ستيل هم سوبر كمبيوترز موجودين في مصر. وطبعا كل التكنولوجيا دي والمعلومات الكتيره دي محتاجه وجود اداره اعمال. ثانيه واحده بس، في وجود كل التكنولوجيا دي انت محتاج تعرف ايه هي اداره التكنولوجيا مش اداره اعمال، فلو ما تعرفش ايه ده روح شوف الفيديو اللي هيظهرك من الايفون، ولايك وشير يا عزيزي، وما تنساش تبص على المصادر، وكما هي العاده اشوفكم في فيديو جديد. سلام.